السلام عليكم، كنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اصدقائي الكرام، اليوم جبت لكم واحد لاطاس ديال التفاح زوينه بالعجينه المورقه. وهاد لاطاس هادي كتجي ساهله 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 بزاف. كنصاوبوا في كريم باتيسير التفاح، زعما صراحه غادي تعجبكم، وكنتمنى تنال الارباع ديالكم. ودابا غادي نوريكم الطريقه والمقادير اللي غادي ديروا فيها. وفي صندوق الوصف غادي نخلي لكم طريقه ديال الكريم باتيسير، رغم انني غادي نديرو قدامكم حتى هو. بسم الله على بركه الله. هنا في واحد الكاسرونه غادي ندير قشره ديال الحامض، قشره ديال الليمون، واحد المعويه ديال القرفه، غندير معهم 4 لتر ديال الحليب، الساشيه ديال الفاني، غنديرو فوق العافيه. هنا غادي ندير 20 غرام ديال الموزينا مع 3 صفار تاع البيض و 50 غرام ديال السكر. صافي، غادي نخلطو مزيان، وغادي نخلي الحليب حتى يفيض ويدفى شويه، عاد نزولو كلشي ونزيدو على الكريم باتيسير على الخليط ونرجعو عاوتاني باش يعقد. وهنا بعد ما عقد غادي نحطو هنايا ونغطيه بواحد البابي فيل اللي باش ما يديرش ليه ديك القشره. صافي، نحتفظ به حتى يبرد. بسم الله، هنايا غادي نبداو نوريكم الطريقه اللي غادي ندير فيها. وهنا عندي عجين مورق، 3 ديال التفاحات، والكريم باتيسير اللي استعملت واللي وريتكم، وصفر ديال البيض مخلط مع شويه ديال الحليب، ونعي صفر البيض بوحدو. انا داير هنا بيضه كامله. هنايا غادي نوريكم الطريقه اللي غادي ندير بها. نحلو الورق ديالنا ديال نو. اول حاجه غادي نحولو وغادي نقطعو شرائح رقاقين، صافي بهاد الطريقه هكا حتى كنكملو التفاح كامل. هانتوما كيما كتشوفو، صافي هنا كناخدو الورق ديالنا كنقطعو واحد الشريحة هكايا هاد العجينة هادي. حاولوا ما ديروهاش عريضة بزاف، بتجيكم على حسب العرض ديال التفاحة. دائما قطعو على حسب العرض ديال التفاحة باش ما تجيكمش باش مابقاش باين بزاف كريم باتيسير من الجناب. هاد لاطار ديال التفاح مشهورة عندنا في اسبانيا بزاف. صافي، دابا غادي نتكيها بالفرشيط، خصنا نتقبوها مزيان باش ما طلعش لينا بزاف. هنا غادي ندير انا جوجات على حسب الدراري كتعجبهم. صافي، بعد ما تكيناها مزيان غادي ناخدو العجينه اللي بقات لينا وغادي نقطعو معها شرائح طوالين. بهذا الشكل هذا اللي غادي نديرهم في الجناب ديال العجين المورق. اول حاجه غادي ندهنو بالبيض باش تلصق لينا العجينه اللي غديرو من الفوق. صافي، هاد الطريقه هادي كما كتشوفوا. حاولوا ما تجبدوش العجينه، هادي واحد النصيحه، هادي ما تجبدوهاش باش ملي
كتخليوها كما هي الفورما ديالها، حيت الا جبدتوها باش غتدخل الفران غادي تجمع. صافي غنصاوبهم بجوج بيهم. دابا غادي ندير هاد الحواشين الفوق بهاد الطريقه هكا، نقطعو بالموس صافي. تا كنديرهم قادين كيجي بحال صندوق. صافي دابا غادي نديرو البيض عاوتاني من الفوق باش يجيو محمرين، رغم انه مثلا كتقدروا مثلا ما بغيتوش ديروا البيض من الفوق، حيت من بعد غادي نديروا السكر كلاصي باش تكراميليزا، ولكن حتى هو كيعطي واحد اللون. المهم هنايا غادي ندير كريم باتيسير. ديروا كريم باتيسير مزيان، ما تسقرموش فيه، حاولوا هاد الكانتيتي هذه كتهز ليا بجوج بيهم، حاولوا تفرقوها على جوج باش تقدكم وما تخرجوش من الحواشي باش ما يفادش لكم، حيت هو كيعاود يغلى في الفران. هاد كريم باتيسير اللي كيكون ديال الفران ملي كتصاوبوه في مثلا في الدار كيقدر يصبر لكم حتى 4 ايام في الثلاجه، لانه كديروه كيعاود يطيب في الفران. اما مثلا الا كنتو غادي ديروه في لي طاقت ديال لي فروي فهو يومين صافي ما تديروش حيت فيه البيض. صافي كنشدو هاد التفاح وكنديروا له هاد الطريقه هكايا. بغيتو تتفهم وحده بوحده وحده بوحده حتى هي كتجي مزيانه، انا درت ليها الطريقه هادي. المره ان شاء الله نشارك معكم بالبعويد، كتجي حتى هي زوينه والشوكولاط كتجي غزاله. المهم ها هي دابا غادي نديروها في الفران طيب من التحت على 180 درجه حتى تطلع مزيان، وعاد نرجع لكم. غادي ندردرو عليها السكر بلاصه ان شاء الله، غادي نوريكم كلشي خطوه خطوه. المهم ها هي خرجناها دابا من الفران في نص طيبه، ما تخليوهاش تطيب كامله، انا من التحت طابت. دابا غادي ندير لها سكر كلاصي وغادي نشعل عليها من الفوق. الى عندكم الفران كيشعل الفوق والتحت بدقه وحده، ممكن تشعلوها وديروها على 160، تشعلوا عليها الفوق والتحت كطيب خطره وحده، ولكن ما تخليوهاش تتحمر. عاد ديروا السكر كلاصي ما غاديش تجي مزيانه، خصكم تخلي طيبه وديروا لها السكر كلاصي بهذه الطريقه هذه. شوفوا اللون ديالها كيفاش بديتها في كيفاش خرجتها من الفران. ها هي دابا راه عاود رجعتها للفران، الشكل ديالها كيشهي ياك. المهم هي خرجتها على واحد الحاجه كتبان لكم هنايا بانه كيبان لكم كحل، راه ماشي محروقه، هي مكراميليزي، اللون ديالها بني غامق. غادي نخليوها حتى تبرد تماما، حيت الا درنا هذا ناباج في الحلوه سخونه كتشربوا وكتجي ناشفه، فلذلك غادي نخليوها حتى تبرد تماما عاد نديروا لها الناباج. انا سقيتها واحد شويه ديال الناباج هذا اللي عندي انا دايب، دوبته في الميكرويف، وغادي نعاود ليها سقوة اخرى حيت غادي نعاود نغليه باش يعطيها البريو. وصافي هيا لطاقة التفاح ديالنا وجدات، ان شاء الله باذن الله نتمنىها تكون خفيفه ظريفه عليكم وتوجدوها، غادي تعجبكم، كتعجب الدراري الصغار بزاف وحتى حنا الكبار كتعجبنا. انا من عشاق ديالها. صافي حتى كنكمل، ها هي وجدات لطاقة ديالنا. غادي نقطعها ونديرها طريفات هكا صغارين، نقسمها على 4. شتو كيفاش كطلع ديك من الحواشي ديالها ديك العجين المراقة. هنايا قطعتها هكا باش تجي ساهله في الهزام في الاكل ديالها. صافي وهذا، كنتمنى الفيديو يعجبكم وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم
ودعمونا في القناة، وإن شاء الله بإذن الله نتلقوا في فيديو جديد وفي نهار آخر إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم.